السلام عليكم. من المواد الأساسية التي تلقن إلى الطالب الذي يتابع شعبة السمع البصري هناك تاريخ السينما، رغم أن السينما لها تاريخ قصير 100 سنة بالمقارنة مع الفنون الأخرى، فهي غنية من عدة جوانب، ولا بد من هذا الطالب يكون عنده إلمام بالتاريخ ديال السينما والتلفزة كذلك، نظرا لأنه غادي يشتغل في هذا الميدان، لا بد أن تكون له دراية بالميدان الذي سيشتغل به، وذلك منذ انطلاق السينما. فالسينما انطلقت كخيال ظل، الصينيون هم من أبدعوا هذه الطريقة التي تمكن من العرض، لأن العنصر الأساسي وأول عنصر كب عن الباحثون آنذاك وهو كيف يتم العرض، أي أن خيال الظل يسمح لنا بالعرض. هناك طريقة أخرى التي تسمح بالعرض، وهي عبر آلة تم إبداعها من طرف أو تخيلها من طرف ليوناردو فانشي، والتي أصبحت ما يسمى فيما بعد بلا لونتيرن ماجيك. فبالإضافة إلى خيال الظل هناك لا لونتيرن ماجيك تسمح كذلك بالعرض. نحن نعرف بأن السينما خدعة، فهي تمكن من رؤية ديال الصور متتابعة، رغم أن هذه الصور في حركتها لا وجود لها. هناك خدعة تعتمد على النقصان على مستوى العين، خاصة على مستوى الشبكة هنا الريتين، التي لا تسمح بتتابع اللقطات. فهذه النظرية تم اكتشافها ودراستها من طرف عالم بلجيكي اسمه جوزيف بلاطو، والذي مع المدة ونظر البحوث الكثيرة التي قام بها فقد البصر، رغم أنه كان عالما في علوم البصريات جوزيف بلاطو. فمع المدة في الأربعينيات من عمره فقد البصر، ورغم ذلك ظل باحثا في جامعة ليج ببلجيكا. هذا الباحث يرجع له الفضل في ابتكار أول آلة تسمح بالحركة، وهي تسمى بالفينكيستيسكوب. هذه هي الآلة التي تسمح بالعروض، أو آلة تظهر على شاكلة لعبة، رغم أنها تطلبت مجهودا كبيرا على مستوى الخيال على مستوى الابتكار. اسم هذه الآلة الفينكيستيسكوب. تطورت هذه الآلة فيما بعد. هناك نظرية أخرى بحثت في كيف يتم العروض وكيف يتم الحركة. فدراسة الحركة تمت على يد مبدع أو باحث بريطاني اشتغل في الولايات المتحدة، الذي اهتم في البداية بحركة الفرسان. فهذا المبدع اسمه هو بريطاني مايبريدج، اسمه إدوارد مايبريدج، اشتغل خاصة في الولايات المتحدة. هذا البريطاني قام بعدة تجارب أصبحت مشهورة فيما بعد. الفينكيستيسكوب تطور إلى آلة أخرى اسمها البراكسينوسكوب، وتم ذلك على يد مبدع فرنسي اسمه إيميل رينو، وهي كذلك تسمح بتتبع الحركة. هذا هو الشخص الذي أو الباحث أو العالم الذي ابتكر هذه الآلة، وكان ذلك ابتداء من 1880. هذه الآلة كانت تسمح بعدة عروض، وهو أول من قام بعروض أمام الجمهور كما تشاهدون الآن. هذا المبدع هذا مع الأسف عاش ظروفا قاسية، وندم على البحوث التي قام بها، لأنه لم يتمكن من عيش كريم فيما بعد. هناك أول كاميرا ظهرت وكأنها بندقية،
هذه أول كاميرا تسمح بالتقاط الإنسان والحيوان وكذلك الطيور. مبدع هذه الآلة هو الفرنسي وكان طبيبا اسمه جيل إتيان ماري. تظهر على الشاشة كيف أن بندقية أصبحت فيما بعد أول كاميرا اسمها الفيزي فوتوغرافيك. هذا الشخص أو هذا الطبيب هو من أبدع هذه الآلة واسمه جيل إتيان ماري وهو فرنسي الجنسية. كان ذلك قبل وصول الأخوين ليمير. فالأخوين ليمير ابتكروا ابتداء من 1895 أول آلة تسمح بعرض الصورة بإتقان. لم يكتفوا بهذه المسألة بل أنجزوا أفلاما قبل عرضها. وكانت أول آلة تظهر اسمها السينماتوغراف، وأنتم تشاهدون السينماتوغراف كما أبدعها أو ابتدعها الأخوان لوميير. وكانت آلة متقنة من جميع النواحي، تقنيا من جميع النواحي. شخص آخر أتى بالكثير واسمه وهو فرنسي الجنسية كذلك اسمه جورج ميليس. وقام هذا الشخص باستغلال جيد للسينماتوغراف فقام بإخراج أول شريط سينمائي روائي. في نفس الوقت أخرج أول شريط من الخيال أو من صنف الخيال العلمي اسمه الفواياج دون لا لون، السفر إلى القمر. وكان بذلك انطلاقة الفيلم الروائي. لكن الأمريكيون لم يبقوا مكتوفين الأيدي بل كذلك على يد توماس إديسون. توماس ألفا إديسون معروف كمبدع ومخترع وقام ببحوث كثيرة حول السينما. لم يتوصل إلى الكثير لكن عبر آلة أتت متأخرة شيئا ما اسمها الكينيتوسكوب. هذا هو الكينيتوسكوب الذي يسمح بالعرض وهو في شكله بعيد جدا عن السينماتوغراف. فإذا كان السينماتوغراف يسمح بالعروض أمام الجمهور فكينيتوسكوب لا يسمح إلا بشخص واحد لمتابعة الفيلم. إذن في ظرف وجيز تم تجاوز هذه الآلة التي ابتدعها العالم توماس إديسون. في نفس الفترة أو في سنوات فيما بعد ظهرت في الولايات المتحدة هوليود، أي في السنوات العشر الأولى من القرن الماضي بدأ المخرجون الأمريكيون ينجزون أفلاما في هوليود. كان أول مخرج شرع في إنجاز الأفلام هو سيسيل بي ديميل، وتشاهدون على الصورة سيسيل بي ديميل رفقة السلطان محمد الخامس. وكان ذلك أثناء الزيارة قام بها السلطان محمد الخامس إلى هوليود سنة 1955، كما يظهر على الصورة الممثل شارلتون هيستون وكذلك إلى جانب سيسيل بي ديميل وهو صهره الممثل أنطوني كوين. كان في نفس الفترة قام المخرج والمبدع شارلي شابلين بزيارة إلى المغرب وكان ذلك سنة 1955. وخلال تلك الزيارة التي أتت من طنجة وامتدت إلى مراكش التقى بالباشا القلاوي، وكان الباشا القلاوي رجل السلطة بالمنطقة ورحب كثيرا بالمخرج والمبدع والممثل شارلي شابلين كما تظهر ذلك الصور. 1927 بدأت السينما تتكلم، ولا بد أن يعرف الطالب كيف تطورت السينما من آلة صامتة من أداة صامتة إلى أداة ناطقة. 1927 سيظهر أول شريط ناطق وهو مغني الجاز سينجر أو الشونتور دو جاز. هذا أول مخرج هو آلان كرسلاند. آلان كرسلاند دخل التاريخ من هذا الباب فأصبح التخلي تدريجيا عن أفلام صامتة لإنجاز أفلام ناطقة. أول شريط ملون ظهر سنة 1932
وكان والت ديسني عن شكلة أو عن شكل أفلام الحركة ديسا أنيمي أول من أبدع في هذا الميدان استغلالا لأول تقنية متقنة آنذاك وهي تقنية التكنيكولور. في 1954 ستتوسع مساحة الشاشة فأصبح ما يسمى بالسينما سكوب والتي تسمح بعرض على مساحة واسعة. كان ذلك سنة 1954 وأول شريط استغل هذه التقنية الحديثة هو لاتونيك. الآن بدأ تدريجيا التخلي عن نوع تقني وهو ما يسمى بال 35 ملم، أي هذا التقنية تم التخلي عنها بتاتا في عدة بلدان وظهرت ما يسمى بالعرض الرقمي النوميريك. كما تشاهدون الآن تم تعويض آلات 35 ملم في المركبات السينمائية إلى تقنية جديدة حادثة متقنة وهو النوميريك. لا نكتفي بهذا القدر، بل نعرف هذا الطالب يجب أن يعرف كيف تطورت السينما في عدة بلدان ومناطق بدءا من السينما الإفريقية. كيف تطورت، كيف أصبحت، ما هي الأفلام المهمة وما هم المخرجون المهمون بهذه المنطقة. نهتم كذلك بسينما كانت تعتبر من أهم الدول التي تنتج الأفلام منذ الأربعينيات وهي السينما المصرية، وتم إحداث أول استوديو على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي وهو استوديو مصر من طرف بنك مصر الذي ساهم كثيرا في بلورة السينما. لا بد من أن يكون على هذا الطالب دراية على السينما المصرية كيف كانت وكيف أصبحت. نتكلم كثيرا عن السينما الاستعمارية، كيف سيطرت هذا النوع من السينما على عدة بلدان خاصة بإفريقيا. فنؤكد على خصوصيات السينما الكولونيالية كيف تطورت وكيف نشأت في البداية. لا نقتصر على هذا المستوى بحيث أن الطالب لابد أن يكون له إلمام بالسينما بلده، فمحمد عصفور هو من أبدع ومن أخرج الأفلام. كان ذلك سنة 1941 وأول شريط أنجزه هذا المخرج وهو ابن الغابة وكان على شاكلة طرزان. فهذا الشريط فريط قصير وهي سلسلة من الأفلام القصيرة كانت أعطى من خلالها محمد عصفور انطلاقة السينما المغربية. هناك سنوات فيما بعد بدأت السينما المغربية تتطور، أولا على يد مخرجين أجانب كانوا يشتغلون بالمغرب وكانوا يدمجون ممثلين يعتبرون من رواد مثل طيب الصديقي وحسن الصقلي كما ظهر على الشاشة. أول شريط سينمائي من إخراج مخرجين مغاربة كان هو الحياة كفاح، وهو شريط يستغل موهبة عبد الوهاب الدكالي كما تشاهدون على الصورة. كان ذلك سنة 1968 وعنوان الشريط الحياة كفاح، وكان جاء هذا الشريط على شاكلة الأفلام المصرية التي كانت يتم تراودها آنذاك بشكل واسع وانتشارها بشكل واسع. تطورت السينما المغربية، أصبحت سينما محلية وأصبحت سينما مستقلة كما هو الحال بشريط السراب، ويعتبر هذا الشريط من أهم الأفلام المغربية. هذا الشريط من إنجاز أحمد البعناني ويظهر على الشاشة ممثل متملق ألا وهو محمد الحبشي. وقد تطورت السينما فبعد أن أصبح المغرب ينجز بضعة أفلام خلال السنة تطور هذا العدد لكي يصبح 30 أو 40 فيلما في السنة. هذا التطور جاء من خلال إحداث صندوق لدعم الإنتاج الوطني.
الطالب يجب أن يكون له علم بما ميز تاريخ السينما من إحداث اتجاهات عالمية. فهذه السينما تطورت وتمحورت حول شكل معين واتجاهات معينة، بدءا بالسينما التعبيرية في ألمانيا. لها خصوصيات، ولا بد للطالب أن يعرف خصوصات هذه السينما. إيطاليا كذلك أحدثت ما يسمى بالواقعية الجديدة، لنيورياليزم إيطاليا، من خلال تحف سينمائية يتم مشاهدتها ومناقشتها خلال هذه السنة الدراسية. فرنسا كذلك عرفت لا نوفال فاغ على شكل أفلام مختلفة، وأبدع فيها مخرجون متملقون. لا بد من الحديث والإحاطة بخصوصيات هذه السينما ومشاهدة نماذج منها. هناك اتجاه آخر ظهر بأمريكا اللاتينية، وهو السينما نوفو أو السينما الجديدة. فالطالب يابد أن يشاهد نماذج من هذه السينما. السينما أو السينما السود لم تأتي من عدم، فهناك نضال مرير قام به ممثلون أولا ثم مخرجون فيما بعد لتصبح للسود الكلمة من خلال السينما، ويستطيعون كذلك أن ينجزوا أفلاما لصالح هوليود. هناك ظهرت في الخمسينيات مصطلحات، أو في العشرينيات مصطلحات جديدة مثل السينما لافونغارد أو سينما الطالعة، بحيث أصبحت السينما تسمى الفن السابع. فهناك باحثون أقدموا على إنجاز أفلام، وأصبحت أفلامهم فعلا تعتبر تحفا سينمائية وترقى إلى فن. كما هو الحديث بالثلاثينات، فجون فلايرتي قام بإنجاز أفلام تعتبر الأفلام وثائقية جيدة، وكان ذلك من خلال استغلال نمط جديد اسمه للسينما فيريتي. لا يكتفي الطالب بالتعريف أو التعرف على الاتجاهات العالمية، بحيث أنه لا بد أن يكون على اطلاع بخصوصيات أنواع الأفلام. فالأفلام المتداولة كثيرا هي الأفلام البوليسية التي ظهرت مع السينما في فرنسا قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة، وبدأت هذا النوع من الأفلام يسيطر على الإنتاجات العالمية وخاصة في هوليود، وهي أفلام تجد صدى طيب لدى الجمهور وتحقق أرباحا طائلة. هناك الفيلم التاريخي. ما هي خصوصيات الفيلم التاريخي الذي صاحب السينما منذ نشأتها وخلال تطورها ومراحلها؟ هناك نوع آخر يسمى البيبلوم، الذي ظهر بإيطاليا انتقل إلى الولايات المتحدة وعاد إيطاليا، وهو نوع من الفيلم التاريخي له خصوصياته، لا زالت تظهر أفلام لحد الآن تنتمي إلى هذا الصنف من السينما. هناك نوع آخر وهو نوع الويسترن، علما بأن الويسترن صاحب السينما منذ نشأتها، وزالت هوليود تنتج هذا النوع من الأفلام. ظهر أول فيلم من هذا النوع سنة 1903، وكانت أفلام كثيرة تنتج من طرف هوليود تنتمي لهذا الصنف، رغم أنه نظرا لتراجع الإقبال على هذا الفيلم لصالح الفيلم البوليسي لم تنتج هوليود إلا أفلام، أصبحت تنتج إلا أفلام قليلة من هذا الصنف. وهذا الصنف انتقل في الستينيات إلى إيطاليا ونال إقبالا كبيرا من لدى الجمهور. فالأفلام التي تنتمي إلى الويسترن وخاصة على الصيغة الإيطالية كانت تلقى نجاحا واسعا. هناك صنف آخر صاحب السينما خلال تطورها، وهي الأفلام الكوميدية. فجميع دول العالم تنتج أفلاما كوميدية وتلقى بدورها نجاحا إزاء الجمهور. منذ أن أصبحت السينما تتكلم، أي منذ أن ظهرت الصوت في السينما، ظهر كذلك نوع جديد وهو السينما الموسيقية. فهذه السينما رغم أنها قلتها كانت سائدة خلال الأربعينيات
بدءا من الولايات المتحدة قبل أن تنتقل إلى دول أخرى مثل مصر والهند وفرنسا، حتى أصبحت أفلاما تميز السينما الهندية. أفلام المغامرات هي كذلك بدورها تلقى نجاحا واسع لدى الجمهور، فسينما المغامرات أدت بنوع جديد اسمه رود موفي، وهو يختلف عن الأصناف الأخرى نظرا لتعدد الأماكن التي تميز أحداث الفيلم. السينما الدرامية نجدها في جميع بلدان العالم، حتى أن بعض السينمات أصبحت لا تميز أو لا تنتج إلا هذا النوع من الأفلام مثل الأفلام المصرية والأفلام الهندية. هناك في السبعينيات ظهر نوع جديد من الأفلام، أي أنه أصبح النوع المطلوب كثيرا لدى الجمهور، وأصبحت أوليود تنتج أفلاما كثيرة تنتمي إلى هذا الصنع، وهي أفلام الظواهر أو لفيلم كاتاستروف، وهي أفلام تعطي نوعا من الهلع لدى والخوف لدى الجمهور. هل هناك كذلك نوع آخر له جمهوره، وهي أفلام الخيال العلمي؟ فهي أفلام الخيال العلمي تتطلب إمكانيات كثيرة، وليس بوسع جميع البلدان أن تنتج السينمات الوطنية أن تنتج هذا النوع من الأفلام. نوع آخر وهو أفلام الهلع، وهو أفلام تلقى جمهورها ولها جمهور واسع عبر العالم. هذه الأصناف يتم مزجها في عدة كتب أنجزت لهذا الغرض. فالكتب التي تهتم بتاريخ السينما تتحدث عن تطور السينمات بهذه البلدان، كما تتحدث عن التطور التقني، كما تتحدث عن الأصناف التي تميز الأفلام. وبهذا العرض نتمنى أن نكون قد أعطينا لمحة عن تاريخ السينما، وشكراً.